for the retina and retinal choroidal diseases. Retina, yani, just take a quick review for the anatomy. We have the outer coat of the eye, which is composed of the sclera, posteriorly, and the cornea anteriorly. اللي هي الهارد كوت اوف ذا اي، وبعدين في عندنا الفاسكولار لاير اللي هي الكورويد ذا ميدل لاير، وفي عندنا الانر لاير اللي هي الريتنا اللي هي باللون الاصفر هنا بالصور مبينه لنا. طبعا الجلوب از سفير او هو في النهايه كره، ففي النهايه اتس فيلد وذ فيتريوس جيل انسايد ذا اي. هذول جاست امبورتنت كويك ريفيو. في عندنا فيسلز بيغذوها، في عندنا سنترال ريتنال ارتري وفين اللي هم بيدخلوا من خلال الاوبتيك نير. الهيستولوجيكال لاير زي ما درستوهم ايام زمان بالريتنا، في عندنا احنا اللي هي الاوتر موست لاير اللي هي الريتنا البيجمنت ابيثيليا لاير، وبعدين تدخل عندنا اللي هي نيوروسنسوري ريتنا. نيوروسنسوري ريتنا فيها الفوتو ريسبتور سيلز والاوتر سيجمنت تبعهم واللي هم امبيدد بالريتنا البيجمنت ابيثيليا سيلز هون، وبعدين في عندنا السيل بودي بتاع الفوتو ريسبتور سيلز، وهذا اللي هو كونكتد مع الباي بولر سيلز عن طريق interdigitating plexiform layer اللي هي هاي اللي هي الاوتر plexiform layer. بعدين بتجي عندنا البايبولر cell layer واللي هي بتشكل الانر nuclear layer of the retina. بعدين في connections ما بين هاي layer والganglionic cell layer اللي احنا بنسميها الانر plexiform layer. وبعدين بتجي عندنا بتبلش اللي هي الganglionic cell layers واللي هي الاكشنز تاعونها راح يشكلوا الاوبتيك نيرف fibers واللي هم يظلوا مكملين لحد ما يوصلوا الجزء الأكبر منهم لللاترال جينيكوليت بودي ويشكلوا بعدين الأوبتيك راديشن. مرة ثانية this is also a quick histological review. RPE cells, photoreceptors, cell bodies, bipolar ganglionic cells while connecting neurons بيناتهم. This is a quick also embryological review للديفلوبمنت اوف ذا جلوب اتسلف. يعني هون احنا ماخذينها شوي مرحله متاخره بهذا الفيو، بس هون هاد جاست تو شو يو ان الريتنا ويل ديفلوب فروم تو سيبريت لايرز. الاوتر لاير اللي هي الريتنا البيجمنت ابيثيليال لاير اللي راح تشكل في النهايه السنجل لاير، بعدين الانر لاير اللي هي راح تشكل لنا نيورو سنسوري ريتنا. اذا بنلاحظ في بيناتهم سبيس، وهذا السبيس بيظل موجود طول العمر، احنا بنسميه بوتنشال سبيس، واللي هو ما في راح يكون في كونكشن ما بين الريتنا البيجمنت ابيثيليال سيلز والنيوروسنسوري ريتنا ليتر اون. يعني ما في اناتوميكال كونكشنز، كل اللي راح يجمعهم الكتروستاتيك فورسز بتجمعهم مع بعض. برضو من الصوره هنا ات وورث ات ان نشوف انه بيكون في عندنا بلاد فيسل بيغذي اللنس والانتيرير سيجمنت اوف ذا اي، وليتر اون ذس ويل اوفوليوت ويظل عندنا بس اللي هو سنترال ريتينال فيسل اللي راح يتكون ويتقسم ليتر اون راح نشوفه. Okay, this is also just an review. Okay, اللي حكينا قبل شوي إن الريتنا في عنا إحنا hard coat, sclera, choroid, retina, وفي عنا large area of the retina. It's not just a single line. هذا fundoscopic view of the inside the retina. إحنا نقدر نشوف هنا fundoscopically في عنا هنا centrally the optic disc لونه yellowish, pinkish to yellow, with a very distinct margin. وفي عندنا السنترال بلاد فيسلز موجودين بالسنتر، في عندنا احنا السنترال ريتينال ارتري اكومبانيد اولويز باي سنترال ريتينال فين. اذا بنروح تيمبورال، تيمبورال يعني جهه التيمبورال بود، فاحنا بالعيون ما بنسميه لاترال بنسميه تيمبورال. اوكي اذا رحنا تو ديسك دايمترز بنلاقي منطقه هون، هاي ذيس از ذا سنتر اوف اريا بنسميها الماكولا. الماكولا هي منطقه جاي ما بين السوبيريور vessel arcade والinferior vessel arcade، والcenter تاعها احنا بنسميه الفوفيا. هاي الفوفيا it contains high concentrations of cone system. It's a small area. الدايمتر تبعها variable بين الناس، يعني بتروح ما بين 300 إلى 500 مايكرون، لكنها it contains a very high concentration of cones. بالمحصلة it is responsible for the high resolution vision. هذا بس اللي حكيناه مرة ثانية. السيمتومز دكتور خليل حكى هذيك اليوم بسيمينارو عن الهيستوري وفيزيكال اكزامينيشن عن السيمتومز اللي ممكن يجوا فيها المرضى. فلما نحكي عن الماكولا معناته عم نحكي عن سنترال فيجن، وزي ما حكينا اتس سمول اريا ريسبونسبل فور ذا هاي ريزولوشن اوف فيجن، لذلك اني سمول دامج تو ذس اريا ويل كوز ا بروفاوند لوس اوف فيجن. الكومبلينتس السيمتومز اللي ممكن يجي يحكي فيها المريض بليرد سنترال فيجن، ممكن يجي بـ distorted vision. هلا راح نجي نحكي عن شو يعني distorted vision.
ممكن يجي المريض يشكي من سنترال سكوتوما. الديستورتد فيجن احنا نقصد فيه ميتا مورف اوبسيا، ميتا ما بعد، مورف شكل، واوبسيا رؤيه، فهي معناها seeing things not the way they look like. The patient might complain of seeing things a little bit macro optic, larger than he used to see, or micro optic, smaller or distorted. The whole picture is distorted. حتى نتخيل ايش ممكن تصير الميتامورفوبسيا. If we can imagine that we have just this type of a grid or a table, احنا راسمينه فوق الماكولر اريا. فكل اريا من هاي المربعات it will contains a certain number of photoreceptors with a certain orientation بالنسبة ل our brain. There is going to be a projection of images. يعني الأشياء اللي بالفراغ will be projected over our macular area. فكل certain number of photoreceptors will be interpreted على our visual system by a certain location and a certain size. فإذا كان عندنا image مثلا بالفراغ طوله 1 متر، عامل projection على 1 مليمتر، افتراضيا we have 200 photoreceptors في هذه الواحد مليمتر، our brain can interpret this image as 1 meter. Okay? Now, this is what we call it Amsler grid. فال Amsler grid هو واحد من our investigation that هي عاملة زي كان عاملة projection على المايكولار area. فالمريض بده يشوف هاي الصورة، المفروض انه يشوفهن squares, vertical, oriented, none of them is missing. Now, الايمج اللي على الشمال، لو صار في عندنا اي شيء، اي condition in the macular area بحيث انه صار عامل redistribution للphotoreceptors over area unit، يعني صار عندنا هنا مثلا فوفيال إديما او سب فوفيال إديما، صار في عندنا ليجن وزعت الphotoreceptors على لارج اريا، معناته الواحد مليمتر اللي قبل شوي حكينا عنه بطل في 100 photoreceptors، صار في اقل number of photoreceptors. Our brain will interpret this image as micro optic، انه اصغر مما يجب. الصورة اللي على اليمين هون احنا شايفين فيها lesion مثلا for example epithelial membrane عمل recondensations للphotoreceptors over the same area unit، يعني الواحد مليمتر صار فيها for example 200 photoreceptors. Our brain will interpret this as macro optic. لو صار في عندنا complete disturbance، complete disruption للorientation of these photoreceptors زي الإبريتال ميمبرينز أو التراكشنز، the whole image will be distorted. يعني المريض ممكن يشكي كأنه شايف صورته أو صور الأشياء كأنه بتطلع على مراية مكسرة. المريض ممكن على هذا الأمسلر جريد يرسم سنترال سكوتوماس في missing area من الأمسلر جريد أو distorted image من هاي الأمسلر جريد كمان. هذول السنترال سيمبتومز، ممكن يجي المريض يشكي من peripheral retinal dysfunction symptoms اللي هو عادة related لشغلتين أساسيتين اللي هما visual field defects. بيوصف المريض انه بيشوف بيطلع بس ما بيشوف البريفري حواليه، يعني بيكون بيقرأ بيقول لك لازم أحرك راسي مشان أقدر أشوفه، tunneled vision. فهذول احنا بنسميه سكوتومز. اوكي، او ممكن المريض يشكي من شيء بنسميه احنا نيكتالوبيا. نيكتالوبيا معناها poor visual performance in a dim conditions، وخصوصا في الليل بيجي المريض بيشكي انه انا ما بشوفش منيح في الليل. طبعا السكوتوماز ممكن تسمع اشياء زي absolute scotomas او relative scotomas. absolute scotoma معناته المريض مش راح يشوف هاي الاريا شو ما كانت اللايت انتنسيتي. relative scotomas the patient does not perceive low light intensities، بس اذا رفعنا اللايت انتنسيتيز لاعلى ممكن يقدر يشوف في هاي الاريا. رح نحكي شوية عن الـ age-related macular degenerations، macular holes and membranes، central serous choroid retinopathy، some types of macular edemas، and at the end we will end by a toxic maculopathy، certain drugs and toxins deposited by retinal layers. الـ age-related macular degeneration is the commonest cause of relatively irreversible loss of vision, especially in the developed world. رح نحكي عن two main types. The dry type, which is the most common type, و neovascular type, أو الـ wet AMD زي ما كنا نسميها أيام زمان. الـ age-related macular degeneration. Normally, في عنا retinal pigment epithelial cells. هذول retinal pigment epithelial cells لهم وظائف كثير. وظيفة منهم أنهم عبارة عن store vitamin A, they contain melanin pigments. لكن the most important function of these retinal pigment epithelial cells is to regenerate the outer discs of the photoreceptors.
الاوتر ديسكس بيحتوي على فوتو بيجمنتس. هذول الفوتو بيجمنتس ار جوينج تو بي ستيمولييتد باي لايت، بصير في عندنا فوتو ترانزكشن، وبتحب والموليكيولز اللي هم الفوتو بيجمنتس دي ار جوينج تو بي كونسيومد. فالريتنال بيجمنتد فيل سيلز دي انجلف ذيس ديسك اند ريفيل ات اجين وذ ذيس فوتو بيجمنتس. هلا the production of the photopigments and regenerations will end up by a byproducts, by metabolites. Hadola, they will be deposited and transported to the basal side, to the basal side of the retinal pigment epithelial cells. ومع الوقت, these byproducts, they will be deposited, lipofuscinous material, they will be deposited at area here, بنسميها احنا Bruch's membrane. فالBruch's membrane هو عبارة عن very strong membrane, very strong barrier, ما بين الريتينال بيجمنت ابيثيليال سيلز اللي هي موجوده هون والكوريو كابيلاريس اللي هي اللاير ذات ويل سبلاي الاوتر بارت اوف ريتنا. هون برضو اتورث منشنت انه الريتنا فيها تو بلاد سبلايز. هذول التو بلاد سبلايز, واحد هو السنترال ريتينال ارتري واللي هو بيغذي الانر بارت اوف ذا ريتنا دايركتلي باي دايركت كابيلاريز, وفي عندنا الكوريو كابيلاريس اللي هي بتغذي الاوتر 1 ثيرد اوف ذا لاير اوف ذا ريتينا لحديت الاوتر بليكسيفورم لاير. سو وذ ايج سبيشلي ان سيرتن تايب اوف بيبل, يعني مش كل الناس دي ويل هاف اي ام دي, وذلك يعتمد على الهيلثي ستاتس اوف ذا كوريو كابيلاريس او البروكس ممبرين. بصير في عندنا ديبوزيشن ليلوش ماتيريال بين الريتينال بيجمنت سيلز والريتينال بيجمنت والبروكس ممبرين, احنا نسميهن دروزنز. اوكي, فوجود الدروزنز بهاي المنطقة, the mere presence of the drusens here is what we call it dry type age related macular degeneration. طيب شو ممكن يصير لو هذول الدروزنز موجودين؟ مرة ثانية زي ما حكينا, النيوترينز اللي بيوصلوا للأوتر third of the retina بيجوا عن طريق الديفيوجن من الكورويد من الكوريو كابيلاريس. فإذا صار في عندنا deposition لا الدروزنز here, it will be accompanied by inflammatory process. في النهاية it will lead to ischemia. وهاي الاسكيميا راح تخلينا to lose retinal pigment epithelial cells والoverlying photoreceptors and retinal tissue. Clinically, شو ممكن نشوف؟ إذن they will affect في النهاية central vision. Clinically, زي ما حشافي من الصورة على الشمال هون تحت, في عنا yellowish lesions. اوكي, هذول اللي الفيوجنز دي ار ديسكريت ديفيوزلي ديستريبيوتد, مش ماخذين سيرتن باترن, مش ماخذين سيركولر باترن مثلا زي ما راح نشوف هلا بالريتينال فاسكولار ديزيزز. دي ار سب ريتينال, يعني جايين تحت الريتينا, والدليل انه فينا انه في بلد فيسل هنا بتعدى من فوق. دي كان بي بريزنت اوف فارينج سايز, ممكن يكونوا كبار صغار, لكنهم they are discrete and distributed in the macular area especially, ممكن يكونوا large زي ما احنا شايفين بالصورة. This also another wide field picture showing the macula, وبتبين عندنا اللي هم yellowish pigmentation زي ما حكينا they are subretinals. إذن مجرد ما نشوف هذول yellowish pigmentations and elderly patient احنا بنسميهم drusens. فالdrusens هم the hallmark of the dry type age related macular degeneration. هاي الصورة احنا بنسميها OCT, الصورة اللي فوق اللي هي الأوكيلار كوهرنس توموغرافي, وهي سبيشال تايب اوف لايت له سيرتن ويف لينث. الريتينال تيشو زيها زي كثير من الأوكيلار تيشوز, دي ار ترانسبيرنت ويتش مينز ذا برايت كان جو ثرو ات, لكن التيشوز نفسها لها ديفرنت لايت ريفليكتيفنس. فكل واحدة من هاي التيشوز بتعمل ريفليكشن لهذا النوع من اللايت, بيجي ان الكمبيوتر سيستم ريبيلد ذا بيكتشر اجين, فبتبين لنا اللايرز زي ما احنا شايفينهم بالصوره اللي فوق. فنورمالي احنا لازم نشوف اللايرز دي ار ويل باكت ويل اورجانيزد زي ما احنا شايفين. اذا بدنا نبلش من تحت لفوق, يعني من اوتر لانر, في عندنا احنا الكوريو كابيلاريز, بعدين في عندنا الريتينال بيجمنت ابيثيل سيلز, بعدين تجي عندنا اللايرز بتاعت النيوروسنسوري اللي حكيناهم, وكل لاير منهم تختلف الانتنسيتي تبعتها. اذا نزلنا تحت بالصوره اللي تحت هون, this is the drusens زي ما احنا شايفينهم جايين تحت الريتينال بيجمنت ابيثيل سيلز وعاملين disfigurement للريجولاريتي اوف ذيس ار بي اي سيلز. اوكي, loss of the retinal pigment epithelial cells ممكن يؤدي لشيء احنا بنسميه macular atrophy, macular retinal pigment epithelial atrophy, وهي الاريا كلها has lost the retinal pigment epithelial here, والدليل ان احنا قادرين نشوف الكورويدال blood vessels here clearly. اذا بالمحصله the patient will lose
his central vision and will complain about central visual symptoms. طيب هاي اللي هي الدراي الموست كومون واللي هي اكثر شيء موجود وعاده اللي هي اللي احنا نتعامل معها بشكل اكثر. نيجي للنوع الثاني اللي هو الويت تايب او النيو فاسكولار ايج ريليتد ماكولار ديجنريشن. اوكي هلا صار عندنا احنا اسكيميا في الريتنا نتيجه وجود الدروزنز نتيجة الـ dry age-related macular degeneration. هذول السيلز اللي بيدخلوا بـ apoptosis بيدخلوا بـ inflammatory process they will produce something we call it vascular endothelial factors مثلا زي الـ vascular endothelial growth factors بأنواعه. كل الـ vascular factors هذول they will invite new blood vessels to grow from the nearest area لنا اللي هي الـ choriocapillaris. ليش مش كل الناس بصيبهم؟ برضو لأنه it is related للبروكس membrane stability. هذا في ناس بيكون عندهم البروكس membrane is not that much stable. It will allow the choroidal blood vessel to grow from the choriocapillaris to the area below the retinal pigment epithelial cells and also they might penetrate more to go intraretinally and these new blood vessels here زي ما شايفين بالصورة في عندنا drusens في إنه weak بروك ممبرين صار في cracks سمحت إنها the choriocapillaris to grow with new blood vessels. هذول new blood vessels they are not a true blood vessels they do not have the full adventitial walls. Okay. If they are just simply tuft of capillaries على شوية fibrous tissue فthey can easily bleed and they can easily interfere with the function of the retina at this area. Again, this picture also showing us the normal choroid or choriocapillaris, Bruch's membrane, retinal pigment epithelial cells. بالصورة هاي الثانية نتيجة وجود ال yellowish lesion اللي احنا شايفينه هون هي وجود ال drusens سمح ال weak Bruch's membrane للgrowth of the choriocapillaris and new blood vessels. فصرنا الآن بستيج احنا بنسميها neovascular age-related macular degeneration. Clinically, شو ممكن نشوف؟ clinically إذا الصورة عندكم واضحة في عنا هنا بالصورة اللي فوق في عنا yellow يعني relatively the hue of the light is different than the surrounding for this is the subretinal neovascular membrane. إذا نطلع على الصورة اللي تحت واحدة من الcomplications تبعت subretinal neovascular membrane هي the bleeding في عنا blood vessel طالع فوقي for this is the subretinal neovascular membrane. This is also another picture في عندنا هنا طبعا دروزن زي ما احنا شايفين وفي عندنا هنا هيمرج سب ريتنا اللي تحت الريتنا وفي اكزوديشن نتيجه للنيو بلاد فيسلز فذيس از ذا نيو فاسكولار ايج ريليتد ماكولار ديجنريشن. ذيس از او سي تي بيكتشر اند او سي تي انجيوغرافي مش مطلوب من الاو سي تي انجيوغرافي بس الاو سي تي اتسلف بتبين ان برضه سب ريتنا النيو فاسكولار ميمبرين هذا اليلو الوايتش ليجن اللي موجوده تحت الريتنا هون هم عبارة عن new vascular membranes under the retina. Angiographically, the fluorescein angiogram هي عبارة عن stain وستينت بنعطيها للمريض intravenously وبعدين توصل للهارت ومرة ثانية بصير هذي distributions بالblood vessels وحتى توصل للعين للريتنا بدها حوالي 8 to 10 seconds. بعد ذلك هاي الفلوريسين it starts to stain different vascular tissues زي ما احنا شايفين بالصورة اللي هنا في عندنا هنا اللي هي الليجن هاي اللي هي أخذت الستين بالماكولا فthis is also a subretinal neovascular membrane هاي مثلا بعيد شوي عن الفوفيا بس بالصورة الثانية it is near the fovea فthese are subretinal neovascular membrane. The end results they will end up by fibrosis they will end up by scars below the macular area with exudation. What are the symptoms that might bring the patients with age-related macular degeneration? زي ما حكينا, the symptoms of macular dysfunctions, central scotomas, metamorphopsias, profound loss of the central vision. Clinically, احنا ممكن نشوف loss of the foveal reflex. The foveal reflex هو عبارة عن light. The fovea is depressed area, فهي تشكل concave mirror. فلذلك light will be focused in front of it. لما نشوفها fundoscopically, this reflex will be lost because of the flattening or the disfigurement of the fovea. ممكن نشوف الدروزنز ممكن نشوف subretinal or retinal hemorrhages اللي احنا قبل شوي شفناهم ممكن نشوف choroidal neovascularization وعلى الفلوريسين ممكن تكون hypo or hyperpigmented area according to the lesions.
الانفستيجيشنز هلا الانفستيجيشنز تشويس بالنسبه للايج ريليتد ماكرو ريجيشن هي الاو سي تي، وفي هلا تقنيه جديده اسمها او سي تي انجيوغرافي واللي هي عاده بتبين لنا هذول الليجنز فيري ايرلي. الفلوريسين انجيوغرافي سم تايمز نيدد تو ديلينيت ليجن بوردرز اند تو show the amenability of these some of the lesions to another types of treatment. بالنسبة للمانجمنت non oxidative type أو dry type ما فيش حدا متفق على certain type of treatment، لكن هذول المرضى ممكن يأخذوا low vision aids أشياء تكبر لهم الصور القريبة، ممكن نستطيعهم antioxidants, multivitamins, different type of minerals containing zinc and lutein or other agents كلياتهم بخففوا oxidative stress over the retinal pigment epithelial cells. وهذول المرضى they will lose their central vision، وإذا ما صار عندهم أي شيء ثاني retinal usually their peripheral vision will be kept، واللي هو ممكن يعطيهم mobile vision all around. النوع الثاني اللي هو عليه حكي كثير اللي هو الاكسوديتيف أو نيو فاسكولار ايج ريتنال ديجنريشن. احنا زي ما حكينا في عنا الفاسكولار انديتير جوث فاكتورز والاكومبانينج انفلاماتوري افكت، وهذول الايجنتس صاروا كثير تارجت للتريتمنت. فهلا فيرست لاين اوف تريتمنت هي انترا فيتريال، نعطي انترا فيتريال انجكشنز اوف انتيبوديز ذات ويل انهبيت ذا فاسكولار انديتير جوث فاكتورز. في عليهم اسماء كثير، بيفازوماب، رانيزوماب اند اذر ايجنتس، كلهم موجودين. أيام زمان إذا عملنا إحنا فلوريسين أنجيوغرافي وبين لنا إنه هاي الليجن a little bit peripheral بعيدة عن الفوفيا، ممكن نعملها direct coagulation by argon laser. وفي شيء زمان كنا نعمله كان اسمه photo dynamic therapy، قولوا هلا مش كثير موجود بالمستشفيات، لكن الفكرة في إنه في عنا certain substances vertoprofrin injected intravenously، هاي لها affinity للabnormal vessels أو new vessels. It will stick to these vessels وهذول بعدين بصيرهم activation by a special type of light will, and these blood, new blood vessels will be occluded specifically. بس كان لها مشاكل كثير، لا تزال موجودة لـ certain types of age-related macular degeneration. طيب هذا اللي هو with age we will have development of neovascular membranes from the choroid going down the retinal pigment epithelial cells. Sometimes ممكن يكون المريض مش elderly لكن نلاقي عنده new blood vessels, new blood vessels subretinally، وهاي بدنا نتخيلها انها سببها هي weakness بالبروكس ممبرين. البروكس ممبرين هو ممبرين بيتكون بشكل اساسي من البيزل ممبرين تاع الريتنال بيجمنت سيلز والبيزل ممبرين تبع الكوريو كابيلاريز، كولاجينس لاير on both sides and elastin layer in the middle. فلذلك أي weakness بهاي layers زي المرضى مثلا عندهم connective tissue diseases high myopia، هاي البروكس ممبرين ممكن يكون weak enough to allow new blood vessels to grow from the choroid to the subretinal area. أمثلة عليها high myopia angioid streak بكون عندهم مشكلة بالelastin layer. Trauma to the retina ممكن تعمل defects ببروكس ممبرين، infections زي toxoplasmosis and as a chronic complication of the central serous choroid retinopathy ممكن يصير عندنا subretinal neovascular membrane. طيب هلا انتهينا من موضوع ال age related macular degeneration، راح نحكي برضو عن another macular diseases, macular holes and macular membranes. تعريفهم المايكولر هول هو ويل سيركمسكرايبد هول فورم ان ذا مايكولر ريجن، زي ما حكينا المايكولا هي ريسبونسبل فور ذا هاي ريزولوشن فيجن. ات مايت ريزلت فروم تروما اور ات مايت ريزلت ايديوباثيكلي وذاوت اني اذر كوز. ذس ويل كوز سيمتوم وايز بروفاوند لوس اوف ذا سنترال فيجن. المانجمنت في النهايه هاي الصوره فين، ذس از ذا فندس color fundus photograph showing the left eye فين هون الoptic disc و temporal إلو هون في عنا area بينت more red. إحنا ليش بنشوفها red؟ ليش بنشوف أصلا red reflex؟ red reflex هو عبارة عن reflection من الكورويد، لأنه الريتنا عنا إحنا clear أو transparent، فذلك إحنا بنشوف red reflex. فإذا we lost the retinal area for example here in the center of the macula بنشوفها it's a little bit red color is higher than the surrounding. فنتخيل قديش هذا الهول حجمه تقريبا يعني في حوالي 500 مايكرون، فأكيد it will affect a very large area of the fovea causing a profound loss of vision. هاي OCT، ال OCT هنا برضو showing the loss of continuity of the foveal area، وهنا في عند الفيتريس. الفيتريس هذا هو الخط الابيض الناعم هون اللي مبين، وهذا طبعا ببين اذا كان في عندنا احنا 360 degree traction من الفيتريس all around the fovea
centripetal traction. This will cause the idiopathic of the macular hole. نتيجة للتروما, there would be a back or a posterior compression of the vitreous against the foveal. حل نسميها coup mechanism. والvitreous is an elastic structure. So counter coup mechanism, it might cause rupture or hole in the foveal area here. المacular membranes, إحنا ما عندنا fibroblast, بالرتنا في عندنا glial cells. فلنتيجة different factors, we might have a pre-retinal gliosis. Pre-retinal gliosis, اللي هي زي fibrous membranes growing over the macular area. And this will cause contraction and puckering of the fovea and will cause distorted vision. زي ما حكينا إنها تغير ترتيب الفوتوريسبتورز per area unit. المانجمنت بالنسبة لا المايكولر ممبرينز او المايكولر هولز هو to go with a procedure we call it vitrectomy, to go inside the eye removing the vitreous gel, and by removing the vitreous gel we are removing the traction and you might help these retinal cells to reclose the holes or to redistribute themselves over the retina في المايكولر ممبرينز. High OCT, زي ما احنا شايفين هنا كل layers has been disfigured because of the presence of this thick layer, هو الوايتش layer الموجود هون اللي احنا بنسميها epi retinal membrane او thick internal limiting membrane ممكن يكون عندهم. فينا another condition احنا بنسميه central serous choroidoretinopathy. زي ما حكينا قبل شوي احد وظائف الريتينال بيجمنت ابيثيليال سيلز هي to resynthesize, to reproduce the photopigments. الفانكشنز الثانيه المهمه كمان للريتينال بيجمنت ابيثيليال سيلز هي to keep the subretinal space dry, اللي هو السبيس الموجود ما بين النيوروسنسوري ريتينا والريتينال بيجمنت ابيثيليال سيلز. فواحده من وظائفها المهمه انها to keep it dry, يعني في دائما always tendency for the fluid to be deposited in this space. مع الوقت إذا كانت الريتنال بيجمنتوسيس not well functioning, there would be accumulation of these fluids subretinally, ونحن بنسميها سميناها central لأنه المرضى عادة مش رح يجيوشكم منها إلا إذا affected the macular area. serous في عنا fluid accumulation, choroido نتيجة في عنا choroidal disease, and retinopathy there would be elevation of the neurosensory retina. إذا في عنا fluid accumulated بمنطقة الماكولا, إذا المريض رح يجي بـ macular dysfunction symptoms. Most of the times, هاي الصورة إلها. This is also a fundus photograph showing the left eye. This is the macular area. وهنا inferiorly في عنا relatively yellowish hue of the subretinal fluid اللي موجود بهاي المنطقة. وبهاي الصورة لتحت في عنا OCT واللي هي showing fluid. هاي layer اللي هي whitish layer. This is the retinal pigment epithelial layer. وهنا neurosensory retina. ففي عنا هنا separation ما بين retinal pigment epithelial cells والneurosensory retina واللي هي عبارة عن focal non-rigmatogenous detachment نتيجة الـ retinal pigment epithelial dysfunction. المانجمنت لهاي الحالات في معظم الأحيان هي فقط observation. Most of the patients they will resolve spontaneously. It's very common with males, very common with type A personality and blood group A. في طبعا إذا كانت refractory ممكن نجرب other agents. في كثير حكي على agents لكن most of the time هي فقط follow-up and observation. This is fundus fluorescein angiogram showing also the leakage from these areas اللي هم retinal pigment epithelial cells and accumulation of the fluid by central serous choroidoretinopathy. طيب هلا حكينا قبل شوية عن fluid accumulated بالsub retinal space, يعني الفراغ اللي موجود ما بين retinal pigment epithelial cells والneurosensory retina. هلا رح نحكي عن macular or retinal edema, means accumulation of the fluids within the neurosensory retinal layer itself. برضو رح يصير في عنا loss of the foveal reflex. الappearance نتيجة الهيستولوجيكال appearance في هذيك المنطقة في عنا a lot of cells في anchoring system بمسكها, فبتبين عنا as a cystic appearance زي flower beetle appearance. وهلا رح نشوف صور لها. إذا قبل شوية تذكروا شفنا الفلويدز تحت النيوروسنس ريتنا, هنا لا الفلويدز موجودين as a cystic spaces within the retinal structure itself, يعني النيوروسنس ريتنا. شو اللي ممكن يخلي هاي الفلويد؟ طبعا this is a fundus fluorescein angiogram. اوكي,
هذا هو الاوبتيك ديسك اللي لونه فيري وايت هير، لانه ذيس از ا ليت فيو اوف ذا فندس فلورسينج جرام. وهنا في عندنا اللي هو الابييرنس اوف ذيس ماكولار اديما وذين ذا ريتينال لايرز اتسلف. This is also another picture showing the cystoid appearance. زي كأنه بنتفرج على وردة flower beetles appearance في منطقة الفوفيا. شو اللي ممكن يخلي هاي الـ fluids تتجمع؟ Any factor that will cause disruption of the inner retinal blood barrier will cause the accumulation of these fluids within the retinal cell. Very common cause post intraocular surgeries. And احنا very common surgery اللي هي cataract surgery might be followed up by a macular edema. Uveitis, inflammation of the uveal area might lead also to macular edema. Retinal vascular disease, very common, diabetes or hypertension. Retinitis pigmentosa will cause also an unleaky type of cystoid macular edema. وفي كثير من الحالات بتكون idiopathic, there is no proven cause. The treatment according to the cause, يعني إذا المريض عنده uveitis, بنعالج uveitis. إذا المريض عنده diabetes mellitus or complications of hypertension, we might go for the hypertension control. حالة بالنسبة للديابيتس الانتيفاسكولار انديسي جروث فاكتور انجكشنز بولسو انترفيتريالي will help us in managing sometimes this macular edema. طبعا إذا ظلت هاي الإديما زي ما احنا شايفين على الـ OCT هون ظلت هاي الإديما for a long time it might cause loss of certain layers of mineral neurosensory retina وتعمل عندها شيء بنسميه لاميلر macular hole not a full thickness macular hole. Toxic maculopathies, اللي هي deposition of certain drugs and toxins within the retinal pigment epithelial cells or the retinal layers itself. The very common drug اللي هو المعروف اللي هو الكلوروكوين، هلا راح نبلش في الهيدروكسوكلوروكوين مانجمنت لمرضى الكورونا. فلازم نعرف انه هذا الدرج might be deposited بالإبيثيليال surfaces, lens epithelium, corneal epithelium, لكن the most important epithelium in your body is the retinal pigment epithelium. وإذا صار في deposition لهاي الماتيريالز within these retinal pigment epithelial cells, we might lose these retinal pigment epithelial cells. وزي ما حكينا قبل شوي شو أهمية الretinal pigment epithelial cells. الفينوثيازينز, تاموكسفينز, كل هاي الدرجز ممكن to be deposited there. لذلك هذول المرضى بيحتاجوا regular screening once they are started على treatment للكلوروكوين. بنعملهم baseline study بنتأكد انه ما في اي retinal pigment epithelial changes, then we follow these patients up, لانه اذا if we catch these patients very early there could be some reversible changes. لكن اذا وصلنا لpigmentary changes زي ما احنا شايفين بالصورة هاي, this also a color fundus photograph of the left eye showing what we call it target lesion. كان نطلع على target فإن hyperpigmented, hypopigmented area followed by hyperpigmented area. Well, these are areas that has lost their retinal pigment epithelial cells. This is also a red frame picture. احنا حاثين منها اللون الريد فبتبين ان target lesion برضو اللي بنطلع عليها. وعلى جنب هون الـ OCT. الـ OCT showing a very thin fovea. هذول الناس وفي ان loss of the outer segment, inner segment connection area على الـ OCT هنا. فبتبين أنها very typical كأنه الـ area هاي دائرة وزي target حولها. فلذلك هذول المرضى they need regular screening to catch them up as early as possible. طيب رح نحكي شوي هلا على very important disease related للـ attachments ما بين الـ vitreous and the retina. Normally زي ما حكينا قبل شوي the globe cavity is filled by a vitreous gel اللي هو لونه هنا يعني مبين بالصورة هون. Normally the vitreous is attached to a certain areas. The most important and the strongest attachment is at the vitreous base anteriorly here. Anterior part of the retina, the vitreous is very attached. برضو the vitreous is attached حوالين the optic disc, حوالين the fovea, حوالين the blood vessels that will that supplies the retina. شو اللي بيصير مع العمر؟ بصير في عندنا liquefactive changes, sinuretic changes with the vitreous that will allow this vitreous to be detached from the posterior aspect of the globe. يعني من حوالين الديسك وحوالين الفوفيا. في معظم الأحيان it causes nothing. يعني ما فيش عندنا أي شيء تعمله ال posterior vitreous detachment سوى symptoms اللي حكى عنها الدكتور خليل إنها تعمل floater. إيش يعني floater؟ إنه المريض بيقدر يشوف ال vitreous changes بصير فيه opacifications فبشوف الشادو كاست تاعتهم على الرتنا floater something floating in his or her visual field.
هلا الفيتريس واي ات ديتاتش ات مايت سم تايمز رابتشر ا بلود فيسل. فهذا الرابتشر اوف بلود فيسلز بيصير عندنا شويه هيمرج بوصفوا المريض از ا شاور اوف فلوترز، مش بس وان فلوتر نتيجه انه بيشوف البوستيريور اتاتشمنت للاوبتيك ديسك بيصير يشوف شاور اوف بلود فيسلز. في معظم الاحيان وي دونت نيد اني تريتمنت فور ذيس، جاست فولو اب اند اكسبلين فور ذيم the retinal detachment symptoms اللي راح نحكي عنهم later on. Okay. إيش يعني retinal detachment؟ Retinal detachment معناها separation of the neurosensory retina from the underlying retinal pigment epithelial cells. وحكينا في البداية إنه في إحنا potential space بيناتهم. يعني ما في anatomical connections ما بين retinal pigment epithelial cells وneurosensory retina. فلذلك إذا صار في أي factor that will allow the separations between these two layers إحنا بنصير نسميها retinal detachment. Retinal detachment. So the retinal can be detached or the neurosensory retina can be detached from the underlying retinal pigment cells due to many factors. واحدة منهم the presence of a defect بالneurosensory retina إحنا نسميها rigmatogenous. Rigmatogenous retinal detachment. أو صار في إنه fibers. Fibrosis growing over the retinal surface ما بين ال vitreous وال retina that will cause traction of this retina. احنا بنسميها tractional retinal detachment واللي ممكن نشوفها مع ال proliferative ischemic retinal diseases زي diabetes زي ال vein occlusions وممكن نتيجة للتروما. أو ممكن تكون ال retina is intact, neurosensory retina is intact لكن في عندنا over accumulation of fluids between the neurosensory retina and the retinal epithelial cells that overwhelms the capability of the retinal pigment epithelial cells to dry them up. فبصير عندنا شيء نسميه احنا exudative retinal detachment واللي ممكن نشوفها sometimes be malignancy, sometimes be toxemia of pregnancy او severe type of uveitis. يعني بصير في عندنا disruption لل outer blood retinal barrier وبصير في عندنا accumulation of these fluids. اذا مرة ثانية في إن الفيتريس attached للريتنا. الريتنا in a certain point تكون weak نتيجة factors اللي راح نيجي لهم that will هذا attraction of the vitreous over this area of the retina will cause a defect. وهذا defect بالneurosensory retina will allow the vitreous or the liquefied vitreous to gain access to the subretinal space here and to detach the retina from the underlying retinal pigment epithelium. Again نتخيل مع بعضنا هذا الفيتريس اللي هو الجلي ماتيريال صار فيه سيباريشن من الاوبتيك ديسك فلذلك المريض ممكن يشوف هاي از شادو اللي احنا بنسميها فلوتر. ولكن في عندنا هنا على البيريفري فوق في عندنا اريا كانت ويك من الريتنا، مثلا المريض كان عنده لاتس ديجنريشن، المريض ما كان عنده ثين ريتنا ديو تو مايوبيا تو سيرتن فاكتورز او نتيجه التروما، بنلاقي انه الفيتريس هنا سوبيريورلي هاز كوزد تراكشن على الريتنا فتح حمل عندنا opening بالneurosensory retina والvitreous هنا will be liquefied and it will gain access. وزي ما احنا شايفين هنا اللون الريتنا بلش يصير grayish in comparison to the reddish appearance here معناته this area starts to detach from the underlying retinal pigment epithelium. This is also a clinical view. Very old photograph. هي مرسوم رسم. احنا بنحب نحكيها لأن جدا أيام زمان ما كانش فيه تصوير فكان يرسم الطبيب. فاحنا شايفين هنا برضو الريتنا في إنه هنا red area معناته this is an attached area وهنا grayish appearance of the retina superiorly showing also the retinal defect فاحنا بنسميه احنا retinal detachment. This is a color fundus photograph showing also the left eye. زي ما احنا شايفين في إن areas هنا صار لونها grayish superiorly here فthis is a detached retina. هذا المريض ممكن يجي يشكي من إيش؟ من visual field defects. Visual field defect رح يوصفها هذا المريض على الأغلب رح تكون عكس مكان الديتاشمنت اف رح تكون inferior visual field defects in these patients. This patient الماكولا اللي هي المنطقة هاي still attached فممكن central vision يظل موجود عنده preserved. Risk factors زي ما حكينا قبل شوية to develop the rigmatogenous retinal detachments هي lattice degenerations, weak retinas, be certain peripheral retinal degenerations, high myopia, trauma, سواء كانت blunt traumas أو surgical traumas, they might predispose these patients to a high risk of rigmatogenous retinal detachment. The incidence is quite common. One in 10,000 of the normal population, they will suffer from rigmatogenous retinal detachment during their lifetime.
symptoms of posterior vitreous detachments اللي هي الفلوترز اللي ممكن نحكي عنها shower of floaters أو فوتوبسيا. فوتوبسيا معناته المريض عم بيوصف هي seeing flashes of light. ليش؟ لأنه retinal photoreceptors النورمال فانكشنز تبعتهم when they are depolarized they will cause appreciation of light. For sometimes the attraction of the vitreous over the retinal cells will be enough to cause a mechanical depolarization لهذول السيلز. فالمريض بصير يوصف كأنه شايف flashes of light, كأنه شايف ألعاب نارية, أي شيء داخل العين. Especially لما when he using a dim light. يعني الفوتوبسياز اللي هي the sense of seeing lights will be weaker if he is seeing in a very bright light. بشوفهم بالعكس بالdim light أكثر. عكس مثلا الفلوترز. الفلوترز مجرد ما يسكر يعني المريض ببطل يشوفهم, لأنه ببساطة source of the shadow cast اللي هو الضوء راح. الإشي الثاني اللي هو visual field defects, والمريض بوصفه as a progressive visual field defects بما حكينا حسب المنطقة detached. إذا صار عنده superior detachment راح يوصف inferior retinal inferior visual field defects. إذا صار عنده temporal بتروح على nasal side visual field. بظل الفيجوال acuity اللي هي central visual acuity نتيجة الماكولار attachment بظل intact unless the macula starts to be involved by this detachment. At this time, if the detachment وصل لمنطقة الفوفيا, the patient might describe a profound loss of vision. برضو المريض ممكن يكون عنده history of surgery, history of trauma, family history of retinal detachment, and fellow eye. كل هاي, these are risk factors for developing retinal detachment. Signs, لحكينا عن symptoms, شو ممكن يشكل المريض. Signs, ممكن احنا to document decreased visual acuity, وممكن لما نعمله dilated fundus exam إن نلاقي pinkish or grayish retina due to the obscuration of the underlying choroidal vascular details. الريتنا ممكن ما نلاقيها attached, ممكن نلاقيها mobile in front of our eyes بالفندوسكوب. دكتور عقص بروح, ممكن بس تعيد آخر سلايد دكتور حواد؟ سامعك سيدي البرزنتيشن. هلو عقص بروح سامعني هيك؟ الو دكتور فواز. دكتور فواز اخر تمام. سلايد ممكن تعيده, الصوت راح تماما. من وين؟ من السيمتومز. بعد اذنك. طيب شكرا. صوت موجود هيك؟ نعم هيك واضح ان شاء الله. طيب ال patient might describe symptoms of posterior vitreous هيك واضح seeing floaters او shower of floaters. ممكن يوصف المريض seeing photoopsias. الفوتو معناها ضوء, اوبس معناها يرى. فهو المريض will describe seeing lights in the absence of lights, وهي نتيجة الميكانيكال stimulation of the photoreceptors. يعني إذا كان في attraction enough على الفوتوreceptors نتيجة الفيتريس, this will depolarize the photoreceptors, وبالنسبة our brain any signal coming from these photoreceptors is light. اوكي, فراح يوصف المريض فوتوبسيا, بيشوف اضواء especially in the dark. لانه اذا كان المريض بيطلع بضوء قوي, these خلينا نحكي weak signals will be obscured. The patient might describe loss of part of his or her visual field depending على site of the detachment. فاذا كان عندنا superior detachment ممكن يشكي من visual field defect inferiorly. اذا temporal بتلاقي خسر النيزل visual field وهكذا بالمكان. اذا المacula still not involved by the detachment, the patient will not describe loss of central vision. لكن once the detachment وصل للفوفيولار area او الفوفيا, he or she will complain about a profound loss of vision. In history, the patient might describe a history of trauma, old or new, surgical trauma, family history of retinal detachment, history of retinal detachment in the other eye. كل هاي الأشياء we should need to ask about it in the presentation of the retinal detachment. Signs. Signs, what a physician sees. فممكن المريض, patient, physician to document decreased individual acuity. ممكن نعمل dilated fundus exam ونشوف الريتنا in front of our eyes لونها grayish بدل ما تكون لونها transparent, لذلك نشوف ال underlying red choroid. ممكن نشوف الريتنا mobile and detached from its attachments, وإذا كنا lucky enough we might be able to see the retinal defects, سواء كان tear أو hole أو weak areas in lattice degeneration. Sometimes the attachment extends anteriorly and this will cause hypotony, low intraocular pressure.
اوكي sometimes اذا ما حكينا الفيتريس اتاتشمنت ممكن يكون عمل عندنا رابتشر للبلد فيسل فممكن نشوف فيتريس هيمرج وهذا الفيتريس هيمرج ممكن sometimes يكون very severe enough very strong enough انه to obscure the retinal details خلال الكلينيكال اكزامينيشن ممكن نحتاج نعمل شيء بسموه ultrasound echo echography for the globe حتى document the presence or the absence of retinal detachment. Once we have established our diagnosis of having erythematogenous retinal detachment, now it comes to the time of management. The management, يعني في عنا two ways to deal with a retinal detachment, erythematogenous detachment. في عنا external, هي relatively old, or what we call the conventional, and the internal, نحن نسميها vitrectomy surgery. الفكرة من الإكسترنال هي you need to make a scleral indentation by a silicone sponge or a billet to drain the subretinal fluid and to close the defect by laser or cryo ablation. الهدف to induce adhesions ما بين the neurosensory retina or rigment epithelial cells to close the defect. مرة ثانية الهدف في ان احنا سكليرا وهاي السكليرا هاي الكونفكسيتي تاعتها جاي بهذا الاتجاه وكان في عندنا vitreous traction للنص فما كانش في option زي ما ففكروا إذا فعملنا indentation للسكليرا if we reverse the direction of the convexity of the sclera by a billet or by a sponge here will the direction of the vitreous traction will change which proved to be true يعني instead of having the traction coming from the retina to the mid-vitreal cavity the traction vector will be reversed so by this way we have omitted the first factor, which is the vitreous traction. Then we go transsclerally by a special type of needle, and we aspirate the subretinal fluid. And by indirect ophthalmoscope, we can, if we are lucky enough and we can see the retinal defect, we will do a laser or a cryo that will make these adhesions. So by this technique, the external technique, مرة ثانية, زي ما حكينا هذا vitreous كان في عنا traction to the mid vitreous cavity هذا الاتجاه تاعه كان في عنا هنا subretinal fluid فإذا عملنا reverse the direction of the sclera here the vitreous traction will be reversed فبصير to take the vitreous from the center to the periphery then we have changed the vitreous traction transsclerally ممكن ندخل احنا بنيدل من خلال السكليرا للسبريتنال سبيس هون ونعمل اسبيريشن للسبريتنال فلويد او نعمل ترانسكليرا من الخارج كريوثيرابي نبرد هاي الريتنا حيث نعمل ادهيجنز على الريتنال ديفكت اللي هون and sometimes just putting a band itself will reverse the whole scenario. The external technique we cannot do it just simply for every patient. We need to be able to see our retinal defects. It should be anterior to the equator of the eye, these detachments and these equators, and you should not miss any defect. We should be able to see all our defects to treat them externally. Okay, this is a clinical pictures. احنا شايفين هنا بالصورة, this is the cornea. هنا طبعا الكونجكتيفا has been opened, فلذلك اللي احنا شايفينه هنا عند الخيط الأسود, this is one of the recti muscles. فاحنا بندخل هاي البلت أو السيليكون بنت تحت الركتاي muscles 360 degree all around the globe. Then we fix it. فبنعمل impingement, بنعمل reverse للdirection of the sclera. Then we sutures the conjunctiva. This is the external technique. We haven't gone inside the eye. Sometimes it's not easy. Okay, the holes are relatively posterior or the defects are relatively posterior. We cannot see all our retinal defects. In this case, we will need to go for the internal technique. The internal technique, we go inside the eye through an area we call it pars plana. High pars plana, it's an area with a good adhesions between the uvea and the neurosensory retina. For like there is no chance for detachment. We go inside the eye. And then we, by special cutters, some vitrectomy cutters, we cut the vitreous body. When we cut the vitreous body, we have removed the traction of the vitreous. Then we have removed the first factor and the most important factor, which is the traction. Then while we are inside the eye, we go by special cannulas below the retina and we aspirate the subretinal fluid.
And also while we are inside the eye, we will do our laser or cryo to make the adhesions between the neurosensor retina and the retinal pigment epithelium. And at the end, we will fill the eye by a certain tamponading agent that will push the retina against the underlying retinal pigment epithelium till the scar or the adhesion has been formed. زي ممكن نعبيها احنا بغاز او ممكن نعبيها بسيليكون اويل اكوردنج للكوز. للبروجنوسيس, if the macula has not been involved, there is usually a good prognosis for the visual recovery post retinal detachment. Unfortunately, if the macula has been involved, the prognosis of vision is very less favorable. هاي بالنسبه للرجماتوجينوس ريتينال ديتاتشمنت. For the tractional type of the retinal detachment due to proliferation, due to diabetic retinopathy, vascular ischemic disease, the management in this case, unfortunately, the external technique will not work here because we need to go inside the eye, remove the vitreous tractions over the retinal surface, and not to forget to control the underlying cause as diabetes. So this is a picture showing a tractional retinal detachment in the vitreous. Fibrous membranes over the retinal surface here causing traction of the retina and detachment from the underlying epithelium. In this case, we need to go inside the eye by also a special vitrectomy machines and special vitrectomy scissors. We cut these fibers to release the traction over the retinal surface. Then we fill the eye by a special tamponading agent. Okay. Now we'll move to some of the degenerative changes that are affecting the retina. We'll just talk about the two common diseases. The first one is the retinitis pigmentosa. It's an inherited disorder of the photoreceptors. It has many genotypic and phenotypic varieties depending on the production of energies on mitochondrial. Most of the cases, it's a mitochondrial disease. It can be isolated disease or can be associated with other systemic diseases. It will affect mostly the photoreceptors, the rod type, but also cones can be involved, but in a very limited cases. In inheritance, we have autosomal dominant, autosomal recessive types, X-linked type. It's a quite prevalent disease. One in 4,000 of the normal population will have this disease. Since this disease will affect the rod system, so the patients most likely will complain about a night vision problems. A night vision problems. They will complain about nyctalopia. The mother might describe that her baby during night, his visual performance will change. He cannot move unless we make all the house lights, for example, on. They might complain about a progressive loss of visual fields. And at the end, when these diseases affect the macular area, there would be a drop also in the visual acuity. The prognosis and the onset of these diseases depending on their mode of inheritance. It's the presentation is later and better prognosis in the autosomal dominant type, and usually it presents earlier and more severe or severer in the X-linked type. This is a color fundus photograph showing the clinical signs, very pathognomonic clinical signs of retinitis pigmentosa, which starts by the waxy pale disc. The disc here is waxy and pale. If you have noticed in the old pictures, usually the two blood vessels, the central retinal vein and the central retinal artery, are working together, combined by each other. If we just need to concentrate a little bit, we will see that there is the arteriole is very narrow. يدوب شايفين الارتري هون. اللي شايفينه احنا فقط الفين. So the pale optic disc, the arteriolar attenuation here, as we have seen. And the very striking thing about the picture is this blackish lesions here, which we call it bone spicules. And then in the periphery, we might see a bone spicules. These are an RPE proliferation at the site of the degenerative photoreceptors. بالإضافة لها central retinal arteriolar attenuation and pale disc at this area. Patients, زي ما حكينا قبل شوي, ممكن يكون عندهم برضو in addition to these signs macular edema, non-leaky macular edema. They might develop also a special type of cataract, posterior subcapsular cataract. They also might complain about a glaucoma. Usually, investigations, we do not need it unless just for research purposes or for family or genetic mapping. The clinical picture is usually clear.
الالكتروفيزيولوجيكال ستاديز ممكن نعملهم شيء يسموه الكترو ريتينوغرام. ذيس الكترو ريتينوغرام ويل شو ذا فانكشنز اوف رودز اند كوز اكوردنجلي وي كان ميك اور دايجنوستس ان امبيجوس كيسز. Management, there is no available treatment, unfortunately, for most of the types of the retinitis pigmentosa. There are some gene therapy and special types of retinitis pigmentosa, RP450, but the other types, unfortunately, till now, there is no proven treatment for the retinitis pigmentosa. But if these patients develop cataract, we need to treat the cataract. If they have developed macular edema, we need to manage the macular edema. And some of these patients need to plan their lives, since by the age of 50, 50% of the retinitis pigmentosa patient will have a visual acuity 660 or less. 660 is the limit, unfortunately, of the legal blindness, and it's usually worse for the X-linked type. The albinism. We have ocular albinism, or we might have an oculocutaneous albinism. There is an enzymatic defect of tyrosine 3 monooxygenase with tyrosinase enzyme, which is important for production of melanin. It's not only in the eye present, it's also present in the brain, in the skin, wherever we see it, they have this enzymatic defect. Usually they have abnormal choroidal vascularization. They might have also abnormal decussation of the ganglionic cell fibers, lumbar fibers. One can find them foveolar defects. One can they complain about loss of vision, not just because of loss of pigments. So this is just how to show that the how do we produce our melanin by ourselves from the essential amino acid phenylalanine till ending up by the melanin through hydroxylation of the phenylalanine. Then if we, the enzyme, the tyrosinase enzyme, if we have a defect in the tyrosinase enzyme, we will not have production of the melanin. And depend on a lineage where this defect has happened, you will end up by an ocular or oculocutaneous albinism. هاي الصورة مبين في أن هنا blue diaphanous iris بتحس العيون لونهم أحمر. Okay. وفي أن هنا fair haired. في هذول الناس عندهم زي ما حكينا poor vision especially in the light conditions. ممكن يكون عندهم foveal hypoplasia, ممكن يكون عندهم brain connections, فذلك they might have poor vision due to many factors. الصورة اللي تحت هنا, this is fundus color fundus photograph showing the right eye. واحنا قادرين نشوف هون الكورويدال blood vessels اللي هم هون معرجين مش ماشيين بانتظام معين نتيجة loss of the retinal pigment epithelial pigments, نشوفهم very clear. Retinal tumors, مش رح نحكي إلا فقط عن retinoblastoma فقط كclinical presentation because it's a very important disease. زي ما حكينا في إنه إيش بسموه red reflex. الred reflex هو نتيجة إنه blood بيسقط على الكورويدال blood vessels فبيصير reflection وبنشوفهم as red. إذا في أي lesion that will prevent us from seeing these blood vessels, okay, we will see it sometimes depending على الcolor. مثلا إذا كان لونها white ممكن نشوفها white. فهاي الصورة زي ما احنا شايفين في ان بالعين اليمين في شيء نسميه لوكو كوريا. كوريا means pupil, فمعناته the white of the sorry the color of the pupil is white by fundoscopy and this one is red. For this is most likely due to the there is a whitish lesion in the macular area here. So we will not see the red choroid here, we will see the whitish lesion here, the reflection of light from it will give us a leukocuria. Leukocuria, it's a quite common malignancy. It's the most common intraocular malignancy in childhood age group. Yeah, anyone in 20,000 live births with might have it. You might have it bilateral, unilateral, with many types of genetic, but this is not the aim. But the most important thing that every patient or every newborn should not be discharged from the nursery unless we see a good red reflex in both eyes. Thank you, everybody. يعطيكم العافية. شكرا دكتور فواز. شكرا شكرا دكتور فواز. طيب، تبغوا تاخذوا 10 دقائق هيك بريك ولا نكمل؟